فبالتالي لما بيوصل لدرجه معينه خلاص، وخاصه يكتبوا بعد سن معين، والا بالمرضان انت عارف حضرتك اتفاق ذات الشباب ما شاء الله سنهم اللي يقدروا يشتغلوا، هم اللي بيزرعوا هم اللي بيفهموا، لما بيجي بقى بيكبر بيبتدي بقى ايه يتوحد بمعنى يعني الكتاب وصلوا خلاص انه غير قادر على العمل، فده تكافل بين الرهبان بين الجيل ماشي زي الدنيا العاديه، رهبان شباب مع رهبان كبار، الصغير يخدم على الكبير وارتاح، فخلاص وصل لسن معين فبيجي يحتاج يتوحد. على فكره هي كارثيه بعد الامانه، ولفه وقفه ما عندهاش مشكله من دول هم بيصلوا عليهم قبل ما يتوحد هو طلب الاخلاق ساعد حاجه ولا حيوان مش حد ما ينفعش 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 ما استاذ ممدوح رمزي، حضرتك النهارده بتتابع معانا اللي حصل في دير ابو فانا وشايف الهجمات اللي حصلت على الاهلي الرهبان، يعني تعليقك وفي ظل التقصير الواضح من جانب الشرطه والاعتداء على رهبان متوحدين. هو انا زي ما قلت برضو وما زلت بقول انه طالما الملف القبطي في قبضة الشرطة فمزيد من الخراب ومزيد من المشاكل، لأن أنا شايفه النهاردة بيفكرني ما قرأته في التاريخ عن العصور الوسطى، إنه اللي أنا شايفه من الهجمة البربرية اللي حصلة دي والأساليب الفاشستية الهتلرية اللي مرتكبة وحجم هذا الدمار اللي أنا شايفه بيؤكد إصرار من جانب هؤلاء، لانه عندما يشعر المواطن بان الدوله قد فقدت هيبتها فبيتصرف عادي وتلقائي جدا، وخاصه عندما يكون الاعتداء على الاقباط وعلى ممتلكاتهم وعلى وعلى، فهو متيقن انه حتى لو وصل به حد القتل للاقباط وتدمير ممتلكاتهم وحرق كل ما يملكونه في النهايه لن يقدم للمحاكمه، لان السيناريو اصبح محفوظ، بلاغ يقدم للشرطة ثم يحل النيابة، النيابة تحقق ثم تنتظر الضغط الذي سوف يرد على الأقباط، تتحرك كل قوى الشرطة عشان يضغطوا على المجني عليهم يتصالحوا، وده اللي حصل في مرات سابقة في العديسات وآخرها في إسنا، والنهاردة وإحنا في الدير برضو بيكلموا الأنبا ديمتريوس اسقف ملاوي ورئيس الدير بيضغطوا عليه، وهنجيب لك الراجل البلطجي الحرامي المبتز اللي اسمه سمير ابو لولا او ابو لولي ولا ايه ده، يعتذر مين ده عشان يعتذر يعني، ومين ده وايه اللي هيقدمه؟ ده سيناريو متكرر بيحصل في كل حالة، الأمن يضغط على الكنيسة ويضغط على رجال الكنيسة حتى يقبلوا الصلح، وهنا تنتظر النيابة الفرج عندما يأتوا إليها بالتنازل فتحفظ الأوراق. هذا شيء غير مقبول ومرفوض تماما، ومن هنا ورايح مفيش حاجة اسمها صلح، لابد أن يقدم المجرمون الآثمون اللي بيعتدوا على الاقباط، لان الاقباط مش حق مستباح ليهم او لغيرهم ولا دمهم محلل ليهم او لغيرهم، لابد من القانون ان ياخذ طريقه،
ويقدم المجرم الآثم للمحاكمة، وعلى الشرطة أن تتطلع إلى مسؤولياتها، وكفانا ما يحدث منها في قضايا الأقباط. موقفها سلبي، موقفها غير محايد، موقفها متعاطف مع هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم. هذه ناحية. الأمر الثاني، لابد أيضا أن يكون رد الفعل من الكنيسة رد حاسم، رد قوي، زي ما البابا قال في الفترة الأخيرة في موضوع إسنا، قال إن ده مش تصالح، إن أنا يعني ترتكب كل هذه الأخطاء ثم الثمن يكون تعويض إطلاقا. هناك فرق بين أن تعوضهم عن خسائرهم، وهناك فرق أن يأخذ القانون مجراه ويقدم كل مجرم للعقاب أيا كان شأنه وأيا كان وضعه. أستاذ بيتر النجار، حضرتك النهارده معانا في جولة داخل دير أبو فانا بعد الاعتداء اللي حصل من قبل مسلحين على ألالي رهبان المتوحدين. تعليقك على ما حدث على رهبان المتوحدين ونص القانون في عقاب المعتدين باستخدامهم أسلحة آلية وإرهاب الآخرين. بداية احنا النهاردة طبعا اللي شفناه شيء مؤسف جدا جدا جدا. 12 رهب عديل في الدير عزل، لا معهم سلاح، كل ما يحملونه هو الكتاب المقدس والاجابي والخلاجي للصلاة. اللي شفناه النهاردة التدمير اللي حصل ده شيء مهين، ولكن اذا رجعنا الى دستورنا وكتابنا المقدس فنجد السيد المسيح عندما قال لتلميذه بطرس الرسول: انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها، ومن ياتي على ذلك الصخر يوضده، ومن ياتي عليها ذلك الصخر يسحقه. فطبعا احنا لما بنلاقي الهجمات دي بيؤكد صحه ما جاء بالكتاب المقدس، وبان دستورنا الاول والاخير وهو الانجيل، ان الاقباط يعرضون الى هجمات. اولا احنا نعرض الى هجمات من العصور القديمه، والاقباط يوميا لم يكف عنهم الهجمات والاعتداءات. وسبب ذلك ان الاقباط دائما وابدا هما على الاصح، ودائما الشخص الصح هو اللي يهاجم، فمن البربر ومن الرومان والى اخره. واذا كان باب الاستشهاد فتح ابوابه من قديم الازل فلم يغلق الابواب حتى تاريخ، ولن تغلق الابواب الا بمجيء السيد المسيح. وإذا كان الاستشهاد زمان كان بالذبح أو فالاستشهاد الأيام دي ممكن يكون استشهادا معنويا، استشهادا ماديا، حريق لممتلكات الأقباط وإلى آخره. لكن إذا كنا هناك ضغوط وهجمات على المدنيين فلا يجوز أن هناك يكون ضغوط وهجمات على رهبان عزل، كل ما يقومون به الصلاة فقط لا غير. لو انتقلنا للناحية القانونية، الناحية القانونية تمثل وتقسم قانونا بباب خاص أسمى في قانون العقوبات. إذا كنا إحنا عقبنا أشخاص وألقينا بأشخاص وراء القضبان لفترات طويلة، ومن يعتقل ومن يقبض عليه، وآخر المسلسلات كان مسلسل مسيحي الشرق الأوسط وما قبض عليه وما حصل من مهازل فيه، علشان مجرد ان هو يوجه لوم للاخر ولم يثبت ان اللوم هو اللي موجهه. لما نيجي النهارده وفي باب في قانون العقوبات يبدا بالهجوم